اي عمل هتقوم به كل الجهات، وهذا العمل لوجه الله يبشر بالنجاح. جزاكم الله على الوطن كل خير. تحية تقدير واعزاز واجلال واحترام وكل التقدير لكل رجال الشرطة ولكل رجال الجيش، بداية من الجندي نهاية بفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نقول لهم انتم عمر ما هيكون فيه ابدا، لن تهتز الثقة بيننا وبينكم ابدا.